مشاهدينا مساء النور عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. عيد بلقائكم وبالتواصل معكم، كنرحب بالجميع وكنشكركم دائما على تشجيعاتكم، ومرحبا بكل متتبعينا على صفحة الفيسبوك الخاصة بموقع لالا بلوس، على موقع لالا بلوس وعلى صفحة الفيسبوك الخاصة بميد راديو. اليوم غادي نناقشوا ظاهرة من واقعنا. ربما شفنا بزاف ديال الصور وبزاف ديال الظواهر اللي تم طرح مناقشتها بطبيعة الحال خلال هذه المرحلة ديال الحجر الصحي، ومن ضمنها العنف الزوجي والخلافات الزوجية اللي سبق وطرقنا لها. ولكن هنا ظاهرة أخرى اللي نبعت، واللي هي الرغبة في الانفصال بصفة قطعية، للمصطلح اللي كيعربها في مجتمعاتنا ومجتمعات أخرى اللي هي الطلاق. ولهذا الغرض والدردشة في هذا الموضوع كنصدف معي ضيفات كريمات وسعيدة جدا بأنني نطرح النقاش معهم. بطبيعة الحال نرحب بالأستاذة عتيقة الوزيري، محامية وحقوقية بهيئة الرباط. مرحبا بك أستاذة عتيقة. مرحبا بسكينة، مرحبا بالضيفات الكريمات وشكرا على الاستضافة. بارك الله فيك، مرحبا بك وسعيدة جدا بهذا اللقاء هذا. ايضا غادي نرحب بالضيفه ديالنا من الجاره التونسيه، معنا الاستاذه هند بالفقيه، محاميه وحقوقيه تونسيه. مرحبا بك استاذه هند. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه، شرفتينا ونورتينا وسعداء جدا باستضافتك. نفس الشيء، سعيده ومنوره بكم. الله يحفظك، مرحبا بك. وايضا حاضره معنا ومشرفانا منى الصباحي، كوتش معتمده في التطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش منى وسعيده جدا بهذا اللقاء، وحشتك الصراحه. خليك ليلي. مرحبا سكينه، وانا كذلك توحشتك بزاف بزاف، ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين ديالك وعلى الضيفات الكريمات. مرحبا. غادي نبداو في واحد القراءه يعني نفسيه قبل ما نطرحوا الجانب القانوني. بزاف ديال الناس اللي يعني وضعوا في النقاش امكانيه الانفصال خلال مرحله الحجر الصحي، وربما كاين بعض الناس اللي قالوا بلي المساله مساله انه اصبحت المواجهه 24 ساعه 24 ساعه 7 على 7. ربما المساله كتقيس فقط المجتمع المغربي او لا كتقيس المجتمع العربي، فاذا بي افاجئ ان المساله ماشي فقط غير المجتمع العربي انما حتى الاوروبي. وكان المنتظر انه تكون معنا يعني استاذه ومحاميه مغربيه بايطاليا، ولكن للاسف اعتذرت في اخر اللحظه. ولكن اكدت لي لنسبه الرغبه او لنسبه يعني الرغبه في الطلاق ارتفعت ايضا بايطاليا اللي كتشكل يعني دوله اوروبيه. شنو هي الحاله النفسيه بدايه؟ سكينه، نتكلموا على لو كونفينمون، على هذه الحبسه في الدار، الحجر الصحي. اوترمون دي، انسان كان عنده انشطه خارج البيت وانشطه داخل البيت، فحتى المساحه الوقتيه اللي كانوا الازواج كيتلاقاو فيها ولا الناس اللي عايشين مع بعضياتهم كيتلاقاو فيها، وحنا هاد النهار كنخصصوا بالذكر الازواج، كانت اليتي ريدويت، كانت ناقصه. فولينا كنلقاو انهم تيدوزوا واحد الوقت كبير جدا مع بعضياتهم ديال الصبح حتى الليل، مع كل التغيرات اللي طرات. اولا الضغط النفسي ديال المرض في حد ذاته، الخوف من المرض، الخوف من هاد لا بانديمي، من هاد الجائحه، الخوف من التبعات ديالها. المجموعه ديال البيوت، باش ما نقولش اغلبيه البيوت، تعرضت كذلك لازمات ماديه، نقص في المدخول ديالها، نقص في العمل، نقص بزاف ديال الاشياء، نقص في الطريقه ديال الحياه. فطبيعي جدا انه يكون عنده واحد الاثر نفسي ومعنوي على التواصل داخل 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 البيت. يمكن الازواج عاشوا اكثر لانه لو كيدوزوا وقت كبير مع بعضياتهم ما كاينش. شوف النهار الاول يعني انا وياك سكينه زعما خدمنا بزاف هاد المسائل ديال العلاقات الزوجيه وديال تكوين الاسره. للاسف تندخلوا لمؤسسه الزواج بدون تكوين، وكندخلوا ما عندناش واحد الدرايه بهذا. فكان هاد لو كونفينمون او هاد الحجر الصحي بحال داك النقطه التي افاضت الكاس، وبينت لأي درجة أن مجموعة ديال الأزواج ومجموعة ديال البيوت أوهن من بيت العنكبوت. يعني كان داك الانفصال خارج البيت، كل واحد خدام فقط، كل واحد عنده مجموعة الأنشطة، كل واحد عنده الأصدقاء ديالو، كل واحد عنده الإدمان ديالو اللي خارج البيت.
حيت راه ما كاينش غير الادمان على السجائر والمخدرات ولا الكحول ولا راه كاين الادمان على المقاهي، كاين الادمان على العمل، كاين الادمان على العلاقات خارج البيت، الاصدقاء، الناس، لهذا. فتخيل انك هذا الادمان تقطع لك على الاساس انا مدمنه بامتياز. ياك حسيتي سكينه، حسيتي بي ولا ما حسيتيش؟ قلت قبلت البحر. فتخيل ان الانسان عنده هاد الاحتياجات وما تيعرفش يعبر عليها، ما تيعرفش يحط الاصبع ديالو على داكشي اللي ناقصو، كيلقى راسو عنده ازمات ماديه وازمات في العمل، وما كاينش بزاف الناس فقدوا العمل ديالهم، بزاف الناس كيتخيلوا انهم من يرجعوا للعمل هيفقدوا داك العمل، لان كاينه راه كاينه واحد الازمه اقتصاديه اللي ماشي غير عندنا في المغرب وانما في العالم كامل. بزاف الناس اللي كانوا كيهربوا من المواجهه في العلاقه الزوجيه ومن اصلاح العلاقه الزوجيه في الهروب خارج البيت، تخيل هاد الشيء كامل ما كاينش. فاذا شنو بقى؟ داك الجوج، من غير طبعا الضغط ديال الناس اللي عندهم الاطفال في قلب البيت، وخاصه الاطفال المراهقين او الاطفال في سن صغيره. الاطفال تيتعصبوا بزاف، ولاو اغريسيف، ولاو فيهم العنف، لان مساكن حتى هما محبوسين في قلب الدار، ولاو بزاف. فتخيل هاد الضغط هذا كامل، بالاضافه لان عندك بالنسبه للناس اللي عندهم العمل اديستونس او العمل عن بعد، هاد الشيء كاع كله، والعلاقه الزوجيه طبعا هي اللي كلات العصب هاد الشيء كامل، لان ما كاينش تواصل، او حتى لو وقع التواصل كيكون تواصل سيء جدا، تنحمل الاخر المسؤوليه، جوم ديشارج سور لوي، يعني تتخوي داكشي اللي عندك هذا. هي دي زاتونت نون اكسبريمي، واحد الانتظارات اللي ما تنعبروش عليها، كنسينك انت تعرفني وتقدر وتفهم ولكن ما تنعبروش عليها. فاكيد وعرفتي هذيك الكلمه ديال اللي قلناها قبيله، يعني كانت في الاوف ديال بزاف بزاف، وتنظن المحاميات عايشين هذه المساله هذه بزاف ديال الزوجات، يعني يمكن انا الخدمه ديالي بزاف مع النساء اكثر من الرجال، تيقول لك وكان كانت المحكمه حله ما نزيدش نهار واحد في هذه مؤسسه الزواج. من هذه الكلمه اللي قلتيها منى غننتقل عند الاستاذه هند. استاذه هند، بدايه بغيو نعرفوا الوضعيه الحاليه في تونس، يعني تعاملا مع فيروس كورونا، وايضا يعني قراءتك كاستاذه محاميه يعني في هذا الموضوع هذا، واش كان تواصل مع النساء اللي عندهم رغبه، واش كتاكدي فعلا بانه كان نوعا ما ارتفاع في الرغبه في الطلاق؟ هو احنا في تونس تم رفع الحجر الصحي، معناتها الحياة رجعت طبيعية، رجعت إلى عادتها الطبيعية، حتى الحدود سوف يقع فتحها في 27 من شهر هذية، معناتها لاستقبال الطائرات، معناتها كان سياح وإلا التونسيين الموجودين بالخارج المقيمين بالخارج. بالنسبة للوضعية الأكثر، هي مش الإعلام عن الرغبة في الطلاق، باعتبار اللي وقع تعليق كل الإجراءات اللي كثر، اللي فما الاعتداء بالعنف، العنف الزوجي، العنف الأسري. عنا دي سنتر، دي سنتر دابيل، دي نيميرو فير اللي خدمنا، معناتها فما دي سنتر دابيل عملتهم الجمعيات الحقوقية، فما كما هيئة مكافحة الفساد زادة عملت نيميرو فير، مش ياخذوا لي نيميرو دي فام باتو ou des enfants battus, hein, ils combattent en général la violence conjugale ou dans le cadre de la famille. Ou on a fait le canon de Tunisie, on a la loi 58 de 2017, اللي دعمت زادت قوات في مركز المرأة وعطت صفة المتضررة وعطتها حماية قانونية، مركز قانوني معين وعطتها حماية. بالتالي اللي تخضع لل معناتها اللي تخضع للعنف الزوجي تتصل تغادر المحل الزوجيه، ما تبقى فما حمايه نجم يوفر لها القانون. حتى في الكونفينمون، معناتها البيريود دو كونفينمون، il y a eu des centres d'hébergement des femmes battues ou des enfants battus. Donc c'est la société civile qui a bien travaillé pour que ces centres là travaillent. احنا لقينا اشكال اللي عندنا تضارب في معناتها قرارات مجلس الاعلى للقضاء، وزاره العدل، مجلس الاعلى للقضاء يقول يخدموا معناتها فيما يتعلق بقضاه الاسره، وباعتبار انه عندنا قضاه مختصين ونيابه مختصه فيما يتعلق بالعنف الزوجي، ومجلس الاعلى للقضاء فما تناقض، بالتالي فما لك القرارات اللي لازم تكون فوريه يتخذها النيابه فيما يتعلق بالنفقه، بالنفقه وبسكن الزوجه والابناء، فما اشكال. بالتالي فما برشا اشخاص دخلنا مش نحطهم في مركز ايواء موجود في حمام نلف. الظاهره في تونس ضافت في 7، معناتها على الوضع اللي متعودين به، ظاهره الاعتداء معناتها العنف الزوجي ضاعت في 7، معناتها 7 مرات. تم الاعراب على الرغبه في الانفصال ام انها فقط هي مرحله خصام وتراجع؟
هي مرحلة الخصام. هو أكيد لازمك تعرف اللي في القانون التونسي، معناتها حتى القانون الجديد اللي تنقح، هو مجرد هو التشكي، معناتها ما توصل تشكي، وخاصة نحكيه على الاعتداء المادي واللي يخلف أثار، معناتها حتى من بعد كي تسامح الزوجة وتسقط حقها في التتبع، يقعد معناتها يبقى الحق العام ويبقى عنده حق التتبع. خاطر احنا في القانون القديم قبل 2017 كي تشكي الزوجة من أجل الاعتداء بالعنف ومن بعد تتراجع في التشكي، تعطي كتب إسقاط، تسقط جميع الإجراءات، معناتها تسقط جميع الإجراءات وتنقضي الدعوة بموجب الصلح اللي صار بيناتهم الزوج. لكن بهذايا قانون 58 حتى إسقاط الزوجة حقها في التتبع، يبقى للحق العام الحق في التتبع وينجم يصدر حكم. بالتالي معناتها المرأة تعرف روحها شنو قادمة، ما نصورش تشكي بزوجها من أجل العنف ويصدر ضده حكم حتى خفيف، ما زاد مش يخمه في الحياة الزوجية ومصاد الحياة الزوجية. يعني هذا إمضاء مباشر إلى ما بعد يعني الشكاية الانفصال. هو باش نبداو واضحين، معناتها احنا اللي لقينا، معناتها توا اللي أغلبية التشكيات وأغلبية التدخلات كانت على مستوى معناتها تقديم مطالب الحماية من الأسر أو منحة السكن ولا تمكينها من المحل الزوجية مع مغادرة الزوج المحل الزوجية، نشر القضايا باش نعرفوا فما قضايا برشا في الطلاق ولا لا، يكون من نهار 15 جوان اللي هو اليوم اللي هو تاريخ رجوع العمل وتعيين القضايا الجديدة. جميل جدا، اكيد انه الدردشه احنا مازال مستمرين فيها، وغننتقل عند استاذه عتيقه. استاذه عتيقه، ربما يعني احنا كنعرفوا باللي ظاهره الطلاق في المغرب عرفات واحد تغيير وعرفات واحد الارتفاع قبل من الحجر بسنوات، ولكن خلال الحجر ربما يعني اصبحوا بعض النساء كي يتمثلوا بالبوح الكامل للرغبه ديالهم في الانفصال، كانه صافي كتقول لك انا ما بقيتش قادره، بركه عليا، سي فيني، غير يتحلوا محاكم الاسره اول حاجه غنديرها هي نسالي هذه العلاقه. واش كانوا تقدموا لك يعني نساء بهذه الرغبه هذه بعدد اللي اثار الانتباه ديالك اللي بان لك يعني فايت الحدود الطبيعي، وشنو هي قراءتك الوضعيه خلال هذا الحجر الصحي؟ شكرا سكينه. فعلا احنا يعني المساله ديال ارتفاع العدد ديال الحالات اللي كتطلب الطلاق في محاكم ديال المغرب، حسب كاين احصائيات كاين متفاوته ديال وزاره العدل وكاين ديال جمعيات المجتمع المدني فيما يتعلق بعدد ديال الحالات. فعلا هادشي بدا مع التعديل ديال مدونه الاسره، ومن عندما اصبحت المراه بامكانها اللجوء الى مستوى تطليق الشقاق دون الاضطرار الى اثبات يعني سبب الطلاق، يعني مجرد القول بانه هناك شقاق بيننا واجراء يعني قيام مجموعه من الاجراءات المستريه عن طرف قاضي الصلح الى غير ذلك كيمكن لها تحصل على الطلاق. وبالتالي كان واحد يعني كان بحال قلتي تفتحت واحد الباب للنساء باش يمشيو للمحاكم باش يطلقوا من الازواج ديالهم، لان ما بقاتش بنفس الصعوبه اللي كانت. وبالتحليل ديال هاد واش نقولوا ظاهره ولا ماشي ظاهره، هذه مساله يعني كنعتقد انها علميه، يعني ذوي الاختصاص ولا هذا من خلال الدراسات، هذا اللي ممكن وصلوا واش ظاهره ولا ماشي ظاهره، وشنو الاسباب الى غير ذلك اللي غادي يمشيو لنا في هذه المساله. فعلا فتره الحجر الصحي كما قالت الاستاذه المحترمه الكوتش اللي حاضره معنا وكنتشرفوا بالتعرف عليها في هذه الندوه هذه، فعلا كاينه مجموعه ديال فتره الحجر الصحي بحال يعني عرف كاين مجموعه ديال الضغوطات، كاين ما هو مادي وما هو اقتصادي وما هو نفسي وما هو اجتماعي، كاين بعض الازواج اللي عاد كيتعرفوا على بعضياتهم فتره الحجر الصحي، وهذا نقاش طويل عريض يعني ما نخوضش فيه طبعا، نمشي في المجال ديالي. كما قالت الاستاذه هند كنظن كان شاطر الراي في هذه المساله، هذه هما سابقيننا لان وصلوا للمرحله ديال رفع الحجر، حنا مازال عندنا التدريج في رفع الحجر حتى على مستوى المحاكم، كاين هناك يعني مازال واحد باقي في البدايه، نقولوا حنا في اليومين الاولين للعوده الى العمل داخل المحاكم، وبالتالي ماشي جميع القضايا يعني سوف تدرج خلال هذه الفتره هذه. فيما يتعلق بالنساء كاينه جمعيات ديال المجتمع المدني اللي تبعتهم انا شخصيا يعني من خلال يعني داروا يعني حسابات ديال الواتساب ديال الفيسبوك من اجل تلقي الشكايات ديال النساء المعنفات، وفعلا كاين عدد كبير جدا ديال النساء اللي يعني سواء كانوا زوجات او كانوا بنات او لا اخوات، وفي بعض الاحيان حتى امهات
كاينين يعني اللي تعرضوا للطرد من بيت الزوجيه خلال يعني الفرد يعني الفتره ديال الطرد الصحي. هناك من تعرضت لمحاوله القتل داخل البيت الزوجيه بما اضطرنا الى التدخل يعني من اجل يعني تدخل السلطات وايجاد حل هذه الفتره الصعبه واللي هي ازمه. يعني يعني ظاهره ديال العنف هي ظاهره معروفه يعني نساء ضحايا العنف وطالما ناقشنا في هذه المواضيع، ولكن فتره الحجر الصحي بحال قلتي نظرا يعني صعوبه المرحله والظروف يعني الصعبه جدا اكيد غننتظروا يعني غير من خلال الحالات اللي تبعنا دابا حاليا على مستوى الواقع اكيد غنلقاو بزاف ديال الحالات في المحاكم ديال الشكايات ديال كاينه شكايات الان لان المصادر الجرحيه كانت مفتوحه خاصه فيما يتعلق بالشكايات في المجال ديال الاعتداء الى غير ذلك، ولكن حتى بالنسبه للنيابه العامه كانت خط اخضر للنيابه العامه فتحات النساء ضحايا العنف باش يتصلوا باش يتواصلوا معاهم على مستوى مخافر ديال الشرطه على مستوى يعني الحملات التحفيزيه على مستوى الاعلام بس ان يعني من اجل التعامل والاخ يعني الاخذ بعين الاعتبار هذه الفتره الحرجه اللي كيعيشها المغرب وكيعيشها العالم كله اللي هي فتره ديال الحجر والاضطرار الى التواجد داخل المنزل وعدم الخروج والدعوه الى ضبط النفس الى الاحترام التعايش يعني المتبادل بين الاطراف العلاقه الزوجيه حتى الابناء حتى ما يتعلق بالابناء. ولكن اكيد غادي نلقاو المحاكم هذا النوع ديال المشاكل اكيد غنلقاوها كثيره. فقط عندي مداخلة راهو اللي قالته الكوتش فيما يتعلق سبب ما تتعكر الحياة الزوجية لي كونفلي كونجوغو، مي هذايا ما يبررش للعنف، ما يبررش معناتها العنف اللي تعرض له زوجة. في كل الحالات لازم يكون فما وعي معين اللي ما يخليش الزوج يعتدي بالعنف كان على معناتها كان على مرته أو أبنائه ولا حتى الأب والأخت. معناتها هو العنف بصفة عامة نحكي على العنف الأسري، معناتها ضحية نجم تكون البنت أو الأخت أو الأم أو الزوجة. بالتالي معناتها هذي الكل راهو إحنا نقوله ما يبررش للعنف، العنف ما نجموش نبرره بحتى مقولة. صحيح من سكر بيت انعزل في بيت ما تضربش زوجتك ما تعنفش ابنائك لا ماديا لا معنويا، ما نجموش نبرر العنف، ظاهره موجوده صحيحه معناتها الكونفينمون راهو تسبب حتى في امراض نفسيه. مي عنا كمان عنا شويه وعي اللي لازمنا نعرفوا كيفاش كومون كومباتر معناتها اون ديبريم. كل واحد تكون ردت تختلف من شخص عن الاخر. صحيح راهو الازواج باش يكتشفوا بعضهم خاطر ما كانوش عايشين مع بعضهم كما قلت كوتش، كانوا يعديوا اذا معناتها ماكسيمم 3-4 اور جور مع بعضهم باقي كل فوالا دونك باش يوليو مع بعضهم. مي هذا نقول ما يبررش للعنف، لازمنا نتعلموا سياسه الحوار في الاسره لازم نتعلموا سياسه الحوار على خاطرك العنف هذاك ماهوش باش يكون مفاست على معناتها على الام بركه، باش يكون مفاست كذلك على الابناء اللي نجم يولد حتى امراض نفسيه عندهم عقد نفسيه اومام معناتها بلو تار ils peuvent être violents même حتى معناتها ينجم ياثر عليهم تاثير كبير برشا. بالتالي نقولوا احنا في كل حالات مجتمع واعي معناتها لازمنا نعرفوا كومون كومباتر الظاهره هذه نوعي والعبيد اللي العنف معناتها العنف النتيجه نتاعو وخيمه على الاسره اولا وعلى المجتمع خاطر باش يمشي بيه تشتت الاسره. احنا في معناتها في القانون التونسي نجم نقولوا بالقانون هذايا 2017 حتى العقوبه معناتها زاد التشديد في شدت في العقوبه شدت في العقوبه معناتها باش يبين اللي العنف غير مبرر معناتها ما تنجمش تبرر العنف حتى كان انا نسقط حقي يقعد الحق العام خاطر العنف غير مقبول. لا سمحتي سكينه تفضلي سكينه غير فيما كما يعني كنأكد هذه المساله ان العنف لا مبرر له يعني ما يمكنلاش لهذا. احنا بما اننا كنتكلموا على الفتره ديال الحجر الصحي يعني كنتكلموا انه يتفاقم وممكن بعض الاحيان كاين حتى رجال ضحايا العنف في هذه الحاله هذه وكاين يعني وكان حالات كثيره كاين اطفال ضحايا ديال العنف. يعني العنف بشكل عام هو مرفوض بتاتا ولا يمكن يعني قبوله تحت اي مبرر وتحت اي ذريعه معينه سواء كان يعني تجاه الرجل او المراه او الطفل. غير حنا كنقولوا المراه يعني في اطار ما هو حقوقه هي كالطرف الضعيف في المعادله لما ينف فابل كما كنقولوا واللي كنقولوا يعني هي دائما كانت كتلقى صعوبه في التشكي. وهذا العنف يعني باش من كنعتقد السؤال ديال سكينه يعني في هذا ماشي فقط العنف ولكن واش هادشي
أدى إلى النساء أنهم يلجؤوا إلى يعني طلب انفصال العلاقة الزوجية، يعني سواء من الرجل أو المرأة، يعني شبه الخلاف في بعض الأحيان ذاك ممكن ما يكونش عذر، ممكن ممكن يعني بسبب الحجر الصحي واضطرار الأطراف العلاقة الزوجية أنهم يتلاقوا كيكتشفوا يقدروا يلقاو راسهم أنهم متعايشين وكما كيعرفوش بعضياتهم كيف ما قلت في البداية، وكيلقاو شروخات بيناتهم، راه ممكن يمشيو حتى للطلاق الاتفاقي، ماشي بالضرورة حنا ملي كنفكروا في الطلاق كنفكروا في أنه الطلاق طلاق دائما كيكون صراع. ممكن في هذه الفترة هذه كيكتشفوا يعني أنهم كانوا مزوجين، كيتلاقاو في الأخر ديال النهار كل واحد كيجي عيان، كناكلوا كنشربوا كننعسوا كنفيقوا الصباح ونهزوا راسنا عارفين باش نمشيو للخدمة، يعني ديك ساعتين ولا ساعة ونص زعما ولا ثلاثة سوايع ماكسيموم كاع ما كتعطيناش فرصة أننا نعرفوا بعضياتنا، خاصة أنا في هاد الأجيال الحالية هادشي اللي طالع دابا كلشي خدام المرأة وخدام الراجل، كيتلاقاو هما خدامين كيتفاهموا على كيفاش يشريو الدار كيفاش المسائل، كيكونوا غارقين في الحياة اليومية كل واحد والمشاكل ديالو، ما كتعطيهمش فرصة يعرفوا بعضياتهم. وكاين بعض الحالات اللي اكتشفوا بعضياتهم وزادوا يحبوا بعضياتهم أكثر، باش من الحجر الصحي منعكس على الجانب السلبي كاين حتى الجانب الايجابي فعلا، يعني وهو على فكره يعني استاذه عتيقه تقربت من بعضها اكثر. نعم استاذه عتيقه على فكره يعني انا شخصيا اتصلوا بي سيدتين اللي عندهم رغبه الان وصلوا لقناعه بانه ما يمكنش يكملوا الكوبل الاولاني، يلاه عندهم تقريبا واحد 5 سنين ديال الزواج، والكوبل الثاني عندهم تقريبا واحد علين 20 سنه ديال الزواج، لقاو بانه بون سي با بوسيبل واتفقوا، يعني بكل احترام بكل تقدير رغم انه الانسان كتقول له خاصك تراجع راسك، قررت الطلاق راه ماشي ديال ليله ونهار، الانسان اللي كان ما يتصلح يصلح الى غير ذلك، ولكن كتقول لك لا صافي من الاحسن اننا نبقاو كاب وام على اننا نستمروا كازواج. وبالنسبه لو كوبل اللي هو عاد بادي قال لك ودي انا حنا في هذه المرحله ملي جلسنا مع بعضياتنا وكنخدموا من الدار وتيلي ترافاي الى غير ذلك، فلاحظنا بانه العلاقه بيناتنا فيها شروخات كبيره، احنا بعاد على بعضياتنا بزاف، يعني اللي كيجمعنا فعلا هو الفراش، ما كتجمعناش شي حاجه اخرى، فبالتالي لقينا راسنا بانه يمكنش نكملوا مع بعضياتنا. انا نصيحتي هو انهم قبل ما يتاخذوا القرار قلت لهم اودي خصكم تشوفوا يعني كوتش ديفلوبمون بيرسونيل اولا مختص العلاقات الزوجيه، لان المرحله فرضات نفسها وفرضات يعني ضغوطات، فبالتالي نعطيو لراسنا فرصه فين نراجعوا العلاقه، ممكن انه تصحح بعض الاخطاء، ممكن انها تنجح من بعد، ولكن كتبقى كيبقى القرار ديال الافراد اللي هما عايشين الحياه يعني بالتفاصيل ديالها، ماشي بالضروري النهايه دائما كتكون كما تنقولوا حنا في دارجتنا بالسبان وبالمعيار وبالتشهير وبالتعنيف الى غير ذلك، احيانا كتكون بكل يعني بكل منطق حضاري بمنطق يعني متقدم من الانسان كيجلس وكيتفاهم كيقول فوالا ما بقاش يمكن اننا نكملوا مع بعضياتنا. انا غادي نواصلوا النقاش في الموضوع ولكن لو سمحتوا لي غنتج عند الكوتش منى. كوتش منى قرار الطلاق هو قرار ثقيل ماشي قرار سهل في الايام العاديه اصلا، يعني باش يوصل واحد لكوبل انه يفكر في انه ينفصل، واحد القرار اللي ثقيل اللي كيخصو واحد المده طويله ديال التفكير اللي تنخصنا نفكروا في التبعيات ديالو، كاينين وليدات ما كاينينش وليدات، المسؤوليات اللي غتجي من بعد، ربما بعض الاحيان الصعوبات اللي كتعترض المراه من بعد اجتماعيا، فهادشي كلشي كتفكر فيه. اليوم حنا عشنا واحد المرحله اللي مليئه بالضغط، راه من الصعب يعني كما الناس ضحكوا بها المغاربه كلهم وربما العالم كله دوز الحبس بالمعنى اللي كان فيه واحد النوع البسط، ولكن الانسان بقى مسجون في بيته ممنوع من الخروج، ذاك الاحساس ديال انك مسلوب الحريه، واحد الاحساس اللي ما كانش سهل اللي كانت عنده تبعيات، فكثير من الناس دفعهم هاد الاحساس وعدم تحمل الاخر وعدم تحمل نفسهم والضغط ديال العمل اللي كان صعيب، يعني الانسان ما فاش يخدم 8 سوايع في النهار الصباح كيخدم 12 ساعه ولا 14 ساعه في النهار، مشكل كونيكسيون، مشكل ديال لي كونف ديال لي ريونيون، بزاف ديال الحوايج اللي طرحوا، مشاكل الوليدات كيقراو عن بعد، بزاف ديال الحوايج دخلت مع بعضياتها. واش القرار يمكن نعتبروه احيانا في هذه المرحله يكون صعيب اما هو قرار خاصو يتراجع؟ السكينة قبل ما نجاوب على السؤال ديالك، ودائما في إطار هاد لا ريفليكسيون وهذا التفكير في هاد التبعيات ديال هاد الكونفينمون الحجر الصحي لا على الجانب النفسي ولا المادي ولا هذا، هو أن مسببات أو اللي دفعت الناس للطلاق ماشي فقط العنف الجسدي،
يعني ماشي حيت كان الضرب او الجرح او محاوله القتل، راه كاين العنف النفسي، ويمكن هذا هو اللي كثر، لان مازال الجسدي ملي كتكون ضربه كتكون باينه، كتكون العلامه، في حين العنف النفسي والمعنوي ما كايناش العلامه باينه في الوجه ولا في اليد ولا في الرجل، ولكن العلامات الداخليه فهي ثقيله وثقيله جدا. كاين كذلك اكتشفنا سلوكيات ما كناش عارفينها في الطرف الاخر، كما قالوا الاساتذه تنطلقوا ثلاثه سوايع في النهار لان الخدمه، فلقينا معنا واحد في الدار لا في الرجل ولا في المراه، يعني باش ما يكونش واحد التحيز، يمكن لان المراه كنلاحظوا انها تشكت اكثر ولانها الطرف الضعيف في العلاقه، ولكن راه فيهم بجوج. اكتشفنا شخص مهمل، اكتشفنا معنا شخص لا يتحمل المسؤوليه، تلاقينا بالشخص يعني كنا بحال الا كنعطيو واحد المبرر انه راه ما تيهتمش بتربيه الاطفال او ما تهتمش بتربيه الاطفال، علاش؟ لان كاين العمل خارج البيت. فمين تلاقينا في قلب البيت بقاو نفس العادات السيئه، كاين النقير لي غومارك ديزوبليجونت، المعيور، الهضره، فبزاف ديال الاشياء اللي وصلت لهذا القرار هذا. غير هو دابا القرار خصنا بعدا قبل ما نقول واش صائب ولا غير صائب، السؤال اشنو اللي كيبرر هذا القرار؟ واش حنايا لجئنا للطلاق او لفكره الانفصال لان لقينا ان المعيشه كتستاهل، ولا فقط فحال داك اللي طاحت السمعه على القول حجام من ما كنعرفش نقوم بواحد التغييره؟ وطبعا انا ما كنتكلمش هنا على الجانب الجسدي، كنكتشف على العنف الجسدي، كنكتشف على، كنتكلم على تواصل، على عدم تحمل الاخر، على ما بقيتش كنبغيك، واش عاد اكتشفتي هذه 20 عام او هذه 5 سنين او حتى من بعد عام ونص وانتم معاشرين، عاد دابا عاد لان وقعت واحد شهرين ديال الحجر الصحي عاد ولينا كنكتشفوا اشياء اخرى. فالسؤال اللي خاصنا نطرحه، واش الانفصال هو الحل المشكل اللي حنا كنعيشو، ولا خصني قبل ما نوصل للانفصال نراجع راسي، نشوف شنو التغيير اللي خاصني ندير على مستواي الشخصي، اشنو هو لو ديزيكيليبر، اشنو هو عدم التوازن اللي هذا الحجر الصحي فيقو؟ لان بحال ملي كتكون واحد البناء عشوائي او واحد البناء على سبه، هي تجي واحد الريح ولا هذا تيبان الخلل، فراه ماشي الخلل في الريح، الخلل في البناء من الاساس كيفاش تبنى. فطبعا انا ما نقولكش واش قرار صائب ولا غير صائب، طبعا راه مادام ربي حلل الطلاق الا لان كاين حالات ما يمكنناش نبقاو عايشين مع بعضياتنا، ولكن الا لقينا راسنا عايشين مع بعضياتنا 5 سنين 20 عام 10 سنين 25 عام وفتره الحجر الصحي شهرين ولا 3 شهور، لقينا راسنا ما قادرينش نعيشوا، فهنا خصنا نطرحوا على انفسنا الاسئله الحقيقيه، ماشي واش ننفصل ولا ماشي ننفصل، اشنو اللي اكتشفت اللي خلاني نقول، يمكن على راسي وعلى الاخر وعلى هذا المجتمع الصغير اللي انا عايش فيه، اللي خلاني نقول انني العشره تستحيل، ما نقدرش نكمل. وباش كذلك نشوف كما قلتي، خصني قبل ما ندوز المساله ديال الانفصال نشوف التبعات كلها، لا على الجانب النفسي ولا على الجانب المادي ولا على جانب تربيه الاطفال ولا على جانب الشخصي ديالي انا. وداك الساعه من نجلس مع راسي ونشوف لو بور اي لو كونتر ونستعد لبعد الانفصال، يعني ماشي بقى غير في القرار، هي مجموعه ديال الحيثيات يجب اخذ الاعتبار فيها من الدافع للقرار لما بعد القرار. نعم اكيد. غادي ننتقل عند استاذه هند. يعني استاذه هند، القانون التونسي ربما وحتى الحقوقيات التونسيات يعني كيشتغلوا بواحد الشكل كبير على الفكر التحرري للمراه، وعلى انه يتوضع يعني واحد الاطار اكثر بروز وحضور للنساء، وربما وصلتوا لبعض المكتسبات اللي حتى احنا بدورنا ما زلنا كنناضلوا من اجل اننا نوصلوا لها. ف يعني بالنسبه لكم كتبقى دائما يعني المجتمع راه منشق الى شقين، هناك من هو متحرر الفكر واخر محافظ، هناك من يرى ان المراه من حقها تاخذ قرارات، وهناك من يعني كيوضع المراه في يعني الى بغينا نقولوا امام محاكمه، لانها ابدت على رغبه في انها ما يمكنش تكمل حياتها بواحد الصوره اللي هي ما مريحهاش. فالقانون شنو تيكفل المراه يعني اللي يمكن انها تطلب الطلاق، وشنو هي الصعوبات اللي ممكن تطرح، وشنو هي الصعوبات ايضا اللي تطرحات خلال الحجر الصحي؟ بالنسبه للمراه متحرره وحسب معناتها المجتمع اللي عايشه فيه حاسبها، حاب اقول اللي احنا تجاوزنا برشا المرحله هذيك، معناتها حتى في بعض العائلات المحافظه يقول لك الطلاق يبقى الحل الأنسب بالنسبة للطرفين، وكل واحد يعود حياته، ما تعرف ما متمجات الأحوال الشخصية من أنا عام، بالتالي تجاوزنا المرحلة هذه. مش نقولوا اللي طلق يولي لصالح، معناتها بالعكس يولي مصلحة للطرفين خير من اللي هو. وإحنا معناتها حتى توا كنشوفوا نسبة الطلاق وأنواع الطلاق نلقاها من جميع المجتمعات،
من جميع المستويات، وحتى في بعض معناتها كي نمشيو في بعض المحاكم معناتها تقولوا احنا في الجهات البعيده عندهم نسبه الطلاق مرتفعه، معناتها ما عادش نخموا المجتمع، معناتها يحاسبني المجتمع وشنو نظره المجتمع ليا. بالنسبه للصعوبات، هي للمراه اللي ما تخدمش تكون بالاساس صعوبات ماديه، معناتها ما تنجمش تعرف كي تبدا كري نفقه الابناء، نفقتها هي خاصه كي تبدا ما تخدمش، ما تنجمش معناتها تتكفل بتلك المصاريف، وكمعاينه النفقه ومنحه السكن ما تكونش كافيه، بالتالي هي في الاساس صعوبات ماديه اكثر من اي صعوبات اخرى. معناتها بارابور للمجتمع اون با دو بروبليم، اون اكسبت اون فام ديفورسي ال بو ريفير سا في، دونك حتى لي بارون معناتها انا بحكم خدمتي بون فما دي بارون اللي يكونوا اغريسيف كي يكون الطلاق تم بطريقه معناتها فصلوا بطريقه خايبه فما عنف في الحكايه، مي نشوف بوكو دو ديفورس كي ريوسي كي لي زونفون ميم ريوسيس ميو لور زيتود في كل شيء على لي نيفو باسكو ما كانوش اليز في الدار، توا كي لي بارون يسون سيباري يسون بلوز اليز، دونك يل بوف سيبانوير. معناتها ماهوش محظور في المجتمع، ماهوش حاجه عاديه. معناتها كي تدخل احنا دايره الاحوال الشخصيه في تونس برك لنا معناتها كم هائل كان بينا معناتها بمساعده المحامي او وحدهم يجي يقوموا بالاجراءات نتاعهم وحدهم، ما تلقى جوز ما تلقاهم يضحكوا يلعبوا مع بعضهم في خارج قاعه الجلسه وعاملين طلاق بالترابي ويضحكوا معناتها خارجين سي بون انا ديسيدي دو ديفورسي ما عادش فما تفاهم بيناتنا. هذه بالنسبة للواقع الطلاق في تونس، انت عارف عنا طلاق للضرر، طلاق انشاء، طلاق بالتراضي. طلاق للضرر معناتها الإفو ان جوجمون ديفين، معناتها ان جوجمون ديفينيتيف بيت ونهائي لإثبات الضرر، هذا يترتب عنه غرامات تاخذها الزوجة. طلاق بالتراضي سي سويفون لا فولونتي دي دو بيرسون، معناتها يعملوا ان اكري ان اكري وسافا ويمشيو للمحكمه، المحكمه تصادق وتحكم بايقاع الطلاق. فما طلاق انشاء برغبه من احد الطرفين، معناتها الزوجه او الزوج، معناتها تنجم هي ما تحب تطلق تمشي للمحكمه تقول انا الشخص هذا ما عادش نحب نعيش معاه ونحب نطلق حتى بعدم وجود اسباب، ما عادش نتفاهم ونحب نطلق، والمحكمه تحكم بالطلاق. ما بطبيعة فما جلسات سورتو كي يبدا فما أطفال يعملوا جلسات صلحية، فما ثلاثة جلسات صلحية وشوفوا كان فما إمكانية متاع الصلح بين الطرفين، سينو سيسغا لو ديفورس. دونك هذايا الوضع بالنسبة في تونس كيما في العالم الكل الوضع، وفي جميع معناتها أنواع المجتمع، معناتها كان عباد متعلمة أون فيت معناتها إحنا اللي باهتين فيه اللي يجيونا دي ديكلاراسيون خاطر j'ai travaillé un numéro vert, donc je recevais les déclarations des victimes d'un certain niveau, médecin, professeur, c'est très grave. C'est très grave. Les gens ont un certain niveau, ils 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 ont un certain صعيب برشا وينجم يأثر أكثر من بالعنف المادي. إن فيت أنا باش نعطيك أن إكزومبل، جي أو أن كا عندهم 33 سنة دو مارياج. إن فيت وي وي إن فيت إل يافي فما لا فيولونس، بون هي تسكت أولادها أن تخافاي با إي تو سا، مي في الكونفينمون زاد لو كونتاكت أكثر، وهو التعنيف اللفظي. التعنيف اللفظي اللي معناتها لا فام ولات عندها ال بو سو سويسيدي، معناتها سويفون لو رابور معناتها voir des actes معناتها elle peut se suicider tellement elle est détruite de l'intérieur. دونك معناتها وهذايا قاوك قبل كان ساعتين ثلاثة سوايع في النهار شوية باش يقول لك كلمتين وكل واحد يشد بيته وتوفى الحكاية، maintenant سي توت لا جورني، هو حتى الريتم نتاعنا معناتها ما عادش نرقدوا برشا، دونك التلفزة وكل، دونك سي توت لا جورني دوكو ولا تعنيف دائم ويومي واللي اثر على نفسيتها برشا. بون قاعدين نقوموا بالاجراءات، مي الي ديبريسيف المراه وتنجم معناتها تعمل حتى تنتاتيف دو سويسيد، هذايا سويفون لو بسي معناتها اللي تبعتها شنو قالت لنا. نعم، يعني السيده كانت تعرضت لاكتئاب حاد اللي ممكن انه يؤدي بها للنهايه في اقصى في باك الكلام اللي يقولوا لي حطمني نفسانيا، معناتها انا معناتها كامرا جوني بلو دو فالور. Wow. Oui. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Cette préférence-là, ils se séparent gentiment.
كان فما جنتيمون راهو من العام الاول ولا العام الثاني ولا العام الثامن حتى اللي عنده زانفون مي نو معناتها حب الطلق برا الطلق انا ما نطلقكش هو تو سامبلومون يخمم في لو كوتي معناتها يخمم في الكوتي فلوس كان انا مش نطلقها باش نعطيني نعطي الضرر معناتها باش نعطيها الغرامة نتاعها باش نعطيها معناتها جراية عمرية يخمم في الفلوس معناتها لو كوتي اللي يخمم فيه الراجل اكثر سي لو فلوس كي ما يحبش يطلق مش ما يخلصش مش ما يعطيهاش مستحقاتها. القانون التونسي يعني واش في حالة إذا طلبت المرأة الطلاق واش كتسقط عليها بعض المستحقات أم أنه الرجل إلا طلب الطلاق ربما كتستافد من مستحقات أخرى عن غيرها؟ به هو فما المرأة تكون حاضنة، الزوجة حاضنة لأبنائها، نفقة الأبناء ومنحة السكن أو تفريدها بالمحل الزوجية ما تسقطش كان بانتفاء الموجب. موجب معناتها انتهاء الحضانة، يبلغ سن الرشد، الطفلة تتعرض تخدم، وقتها تسقط معناتها الحقوق هذه اللي هي للمنفقة معناتها للطفلة هذاك اللي هي بتفتح الامتيازات هذه. شنو هي الحقوق اللي ما تسقطش وقت اللي يطلقها الزوج؟ هي ما تبداش تخدم تاخو جراية العمرية، جراية العمرية ما تسقطش وقت اللي يكون معناتها بطلب من الزوج أو طلاق للضرر معناتها الضرر ثابت، فما الضرر المادي تنجم تطلبه في تاخذه في إطار جراية عمرية مش في كابيتال كيما الضرر المعنوي. الجراية ديك ما تنقصش تقعد معناتها وتطلب حتى كل عامين تنجم تعمل تطلب الترفيع فيها، هم قضية في الترفيع في الجيب وفق حال المنفق والوقت والأسعار وتنجم ترفع فيها، وذيك ما تسقط كان بزواجها معناتها كان هي عودة عقد وقتها تسقط الجراية العمرية. والجراية العمرية يحكموا بها كان كي تبدأ الزوجة ما تخدمش، ما كي تبدأ الزوجة تخدم وهو الزوج معناتها يكون بالضرر أو بطلب من الزوج فما تعويض عن الضرر المادي والمعنوي. ربما إذا سمحتي لي يعني أستاذة هند غننتقل عند أستاذة عتيقة، كان حاول من خلال النقاش نديروا قراءة يعني ما بين الوضع في المغرب والوضع في تونس، ربما كان يعني مجموعة من النقاط اللي هي كتبقى نقاط متشابهة فيما بيننا، وكان بعض النقاط اللي فيها نوع من التقدم علينا في انتظار أنه الانتفاضة النسائية تنتصر مرة أخرى. ربما تطرح سؤال يعني خلال هذه المرحلة هذه أكيد كيف ما قلنا أنه مع انطلاق يعني مع انطلاق المحاكم مع رجوع القضايا اللي صابها أكيد أنه غير تنسجيل عدد من الحالات، ربما غنخليوا هذه المسألة إلى ما بعد حتى أننا نشوفوا الإحصائيات، ولكن المؤكد أنه غيكون واحد العدد. واش كتشوف أستاذة بأنه ممكن تكون قراءة قانونية تكيف على الوضعية اللي عشناها في هذه المرحلة هذه أم أنها ستجري مجريات سابقاتها من القضايا؟ قبل ما نجاوبك سكينة غير في السياق دابا اللي تكلمتي عليه ودرت كلمات عليه الأستاذة هند، فعلا احنا تجربه ديال الصديقات والزميلات والزملاء والاخوان ديال تونس وما سبقنا يعني بسنوات كثيره في مجموعه من الحالات، وحنا بالنسبه لمدونه الاسره ديال 2004 جات مجموعه ديال المكتسبات مجموعه ديال المستجدات اللي هي جد ايجابيه بالمقارنه مع مدونه الاحوال الشخصيه اللي كانت سابقا، جات يعني على مستوى مساواة في سن الزواج، على مستوى يعني تمكين الزوجة من طلب طلاق دون أن تضطر إلى إثباته، أي لمجرد أن تقول أنا السيد ما بغيتوش أنها ممكن تحصل على الطلاق. المسألة المساواة في على مستوى يعني تعطت لها الولاية ترتيب الثاني يعني من بعد الأب، مجموعة ديال الإجراءات، ولكن مع الأسف الشديد بعد الممارسة العملية يعني من ناحية ديال النص القانوني كاينه مجموعة المكتسبات، ولكن هادشي يعني أكيد غتكونوا متبعينه جميعا، النص بقات فيه مجموعة الاستثناءات سن المساواة في سن الزواج باستثناء إذا كانت المرأة يمكن أن تتزوج هذا بإذن من قاضي المكلف بشؤون القاصرين، أن هذاك عقد الزواج ضروري أنه عقد الزواج يكون مكتوب، ولكن باستثناء يمكنه في فترة انتقالية أنه يدار تبوت الزوجية وتمدد ديك الفترة يعني بشكل يعني مستمر. الآن دابا هي حابسة، مي كانت مجموعة الاستثناءات اللي كتعرقل على مستوى الممارسة العملية
اللي حنا يعني كمتتبعين وكممارسين وكحقوقيين كان يعني بحال يعني تمس بروح النص، روح النص ديال المدونات الأسرة اللي جات مبنية على عقلية المساواة بين المرأة والرجل، المساواة يعني أن الزوج والزوجة هم من يتوليان تدبير شؤون الأسرة، الممارسة العملية مجموعة من الأشياء. طرحتي السؤال على الأستاذة هند فيما يتعلق بالمستحقات ديال الزوجة إلى غير ذلك. في النص ديال المدونة جاب لنا أن الزوجة يمكن لها أن تطلب الطلاق أو التطليق من أجل الشقاق، ويمكن في نفس الوقت أن تحصل على مستحقاتها، ليست بالضرورة مضطرة أن يعني تتنازل عن حقوقها كزوجة ومن أجل الحصول على الطلاق. ولكن بعد واحد الممارسة ديال سنوات قليلة من بعد صدور مدونة الأسرة، أصدر لنا واحد الجهاد قضائي اللي هو ضرب نفس صميم ذاك النص المكتسب النسائي، وأصبح يفرض على المرأة أن يعني صدرنا واحد استقر واحد القرار للمحكمة النقد اللي كيعطينا أن المرأة إذا طلبت الشقاق فإنها تحرم من حقها في المتعة، وهذا مع تحفظنا على هذا المصطلح، لأن هذا المصطلح فيه نقاش طويل عريض، ماشي هذا هو المجال ديالو. فيما يتعلق بالسؤال ديالك أستاذة العزيزة سكينة، يعني هذا السؤال طرحتيه، بزاف الناس كيتصلوا في التليفون سواء كانوا رجالا أو ذكورة كيسولوا أنا ما بقيتش خدام، واش عندي الحق، واش المحكمة يمكن لها تنقص ليا من النفقة، أو لا المرأة تقول لك أنا ما قدامت والراجل ما داش ما فعل ليش ما دا، واش ندير التنفيذ، واش يمكن لي نستبدلو خلال هذه فترة الحجر. هذه الأسئلة كثيرة متروحة في هذه المرحلة هذه، ونتمناو زعما وأنا أنتظر بتفاؤل شديد من القضاء المغربي أنه يتعامل مع يعني مع هذه الحالات المترتبة على فترة الحجر الصحي ولا المشاكل المترتبة على فترة الحجر الصحي، أن يتعامل مع كل حالة على حدة، وأنا أتفائل في هذا الجانب هذا، ويدرس كل حالة على حدة مدى الجدية ديالها. كنظن غادي يتخذ بعين الاعتبار هاد الظروف القاهرة التي طالتنا جميعا فرادة وجماعات، وبالتالي يعني بعض الأحيان حتى الزوج كيكون خدام في القطاع الخاص عنده ديبريم، عنده مجموعة الأشياء، يعني القطاع ولا الشركة ولا المقاولة اللي كان خدام فيها ما بقاتش كتخلصوا، مين غادي يخلص هو لهاد هو قلبه كيتقطع مثلا، ولكن منين. انا كنعطيك هذا الراي غير يعني باش نعطي واحد الراي متوازن، بيكون فيه واحد طرف حيف. على خطر، والزوجه مثلا الله يحسن العوان اللي ممكن انه كاين حالات كثيره جدا وتم اتصالي به، يعني انهم كيتم طردهم من بيت الزوجيه لولا تدخل السلطات، لولا تدخل يعني القطاعات المعنيه واللي هي نشيطه في هذه المرحله هذه، يعني راه الوضع مع الاسف كارثي، وغادي نخدموا بزاف مع هاد الناس من بعد الحجر الصحي، يعني غادي يكونوا محاكم مع الاسف الشديد. وهنا لابد من نشير واحد النقطه الاستاذه سكينه، وكنظن الاستاذه الكوتش معنا الاسم بداك غير كوتش منى، الاستاذه منى، يعني نتمنى يعني هاد التجربه هذه يعني القاهره والغير المنتظره والغير المتوقعه نتعلموا منها واحد الدروس، هو ان التمرين على المقبلين على الزواج يخضعوا للتمرين. طبعا الحال ربما هذه مساله كنشيروا لها انه خاص تولي شهاده تاهيل للزواج، شهاده تاهيل للزواج نفسيا وجنسيا، ويعني هذه الامور كلها خاص يتهيئ لها الوعي اساسا من اجل يعني نوعاو كمجتمع نساء ورجالا بان مؤسسه الزواج ليست من أجل ممارسة الجنس، وليست من أجل تربية الأطفال، أو لا ماشي تربية الأطفال الهدف والتربية، ولكن من أجل المواطنة. ما معنى بمعنى المواطنة هو أنني إذا كنت كزوجة مقبلة على الزواج أو امرأة مقبلة على الزواج، وأن أعي بحجم المسؤولية، ماشي عجبني وبوغوس زوين عطاني كلام زوين أنا خدامة، ما يكون غير الخير ما هذا، وهي عتاني عجباته من الناس دايره الدره ولا دايره واحد هذا، شكروها الجيران شكروها هذه، لا راه الزواج راه خصنا نعرفوا بعضياتنا، واش انت المود ديالك هو المود ديالي، عرفتي اللي تقول فيه. يعني الحقيقه اللي كنخصك نخبيوها، لا هذه الحقيقه، لان معظم المشاكل اللي الزواج عتيقه احكي بشويه باش انا نفهمك.
حاضر حبيبتي. استاذه هند راك تقول بلي اللهجه المغربيه سريعه يعني كيخصها شويه الوقت باش تستوعبها. حاضر عزيزتي. يعني انا اقول بان يجب التاهيل للزواج احتراما. اذا كنا كنقولوا ان مؤسسه الزواج والأسرة المغربية يجب الحفاظ عليها ويجب يعني تطويرها ويجب تربية النشء، راه كيبدا من الشباب قبل ما يوليو أزواج. من تربية المرأة في بيتها ومن تربية الرجل في بيته. والمرأة والرجل عندما يريدان أن يتزوجا يجب أن يتعرف ويتعرف ويتعرف ويتكون ويعرف بأن الزواج راه مسؤولية ماشي لعب. الزواج راه فيه في غلاء المعيشة، فيه نمشي عند دار نمشي عند دارنا. عتيقة أن يتعرف. نعم. هو فما إشكال، شفت فك العلاقة قبل الزواج ما الزوج معناتها الطرفين ما يوريوش حقيقتهم للطرف الآخر، معناتها فما أحيان فما يخبيوا حقيقة الطبع نتاعهم. وراهو ديما العلاقة هما أصحاب، معناتها فما علاقة قبل الخطبة تكون حاجة، هما مخطوبين حاجة وبعد الزواج حاجة. ومعناتها كسوسوا المرأة ولا الراجل on doit apprendre une chose c'est accepter l'autre tel qu'il est. On veut pas le changer mais on s'accepte comme on est. معناتها أنا مانيش لهنا مش نبدلك ولا أنت لهنا مش تبدلني. فما أن مينيموم بيناتنا اللي معناتها كشوية الحب اللي بيناتهم هذاك اللي نجم يكبر. مي احنا فوق لازمنا نتعلموا نكملوا بعضنا ولازمنا نعرفوا بعضنا مليح ونقبلوا بعضنا avec nos différences. ما نجمش تبدلني أنتي بدالة عندك ولا أنا، معناتها que ce soit c'est pour la femme ou pour l'homme là aussi c'est كيف كيف un comportement اللي هما زوز لازم معناتها يتصرفوا على اساسه. انت باش تاخذ امراه ولا انت باش تاخذ راجل مش تبدلوا سويفون دي نورم عندك في راسك انت حاطتها. مي اون دو لاكسبتي لوتر كوم ايلي ونتعلموا نتعاملوا معاه. نعم ولكن استاذه هند يعني اسمح لي سكينه غادي منى دابا يبدا الوضوح كيخصو يكون بارك فيه كاملوا مع بعضياتنا. خلقتي لنا الجدل عتيق. غادي انتقل عندك منى، ربما يعني انت عندك تعقيب على ما جاوا به الاستاذات، وفي نفس الوقت انا بغيت نطرح عليك واحد السؤال من قبيل يعني المبدا الاستفزازي خلال هذه المرحله من اجل اتخاذ القرار. لربما كاين بعض مثلا بعض الناس اللي كيشتغلوا في قطاعات معينه اللي تم استفزازهم باش يخليوا الخدمه في هذه المرحله هذه، لان ربما كاين تبعيات ما غاديش تكلف يعني المشغل مثلا واحد المبالغ في انه يفضي هذه العلاقه الشغليه كيف ما تنقول. نمشي نبطق على العلاقه الزوجيه، كاين بعض الازواج دابا اللي شغله الشاغل في هذا الحجر الصحي استفزاز المراه ويخرج منها ما لا يحمد عقباه حتى تصدر قرار الانفصال والسلام عليكم وطلب السلب العنب كيف ما تنقول. شد لي التعقيب ديالك وجاوبي على سؤال. واخا سكينة انا نرجع لك السؤال ديالك غير هو قبل حيت الاستاذه هند ولا الاستاذه عاشقه قالت لك سي فري هي لو فيغ سومبلون، يعني قبل من الزواج ولا قبل من الخطبه ولا من فتره الخطوبه تيكونوا تنعطيو احسن ما عندنا. سني با اكسبتي لوطخ، راه عندنا مشكل ماشي في تقبل الاخر، لان هذاك الاخر اللي كنشوفو في ذاك الفتره تيكون زويون، تيكون تيرد البال، رومانتيك، تيعتني، تيختار الالفاظ ديالو، تيجي نقيقي وريحه العطر والوجيه مقاد. راه عندنا ان بروبليم في لاكسبتاسيون دو سوا، خاصني انا من كنبين داك احسن ما عندي وكنمثل على احسن ما عندي، مزيان نبين احسن ما عندي ولكن لا تنبين واحد الصوره اللي ماشي ديالي. اذا المشكل في الاساس في لاكسبتاسيون دو سوا، لاني بحال اللي كنسوق لنفسي لا عند الرجال ولا عند النساء، كنبغي نبين احسن شي حاجه اللي ما فياش غير باش بوغ بليغ ا لوطخ باش نعجبو. ومن بعد منها طبعا العشره كتبين وجهنا في المرايه كما هذا الحجر الصحي بين لنا وجهنا في المرايه وبين لنا حقيقه ديال المجتمع اللي لقينا كاين واحد الهشاشه في لا كونستركسيون في البناء ديال الاسره. نرجع للسؤال ديال كاسوكينه ديال الاستفزاز، راه مين كنتكلموا على الاستفزاز يعني صدقنا في واحد العلاقه توكسيك، واحد العلاقه سميه، لان ما تنقول ماشي لاننا هنفصلوا حيت ما بقيناش قادين نعيشوا مع بعضياتنا او حيت انا ما بقيتش متقبلك وانت ما تقبلتينيش وقع واحد العنف جسدي او لفظي، لا كنوليو فانني باغي نوصل للانفصال ولكن تنوصل ليه بواحد الطرق ملتويه. يعني الاستفزاز اي بوسي لوطخ انه خليتيها انتيني خلي السلاب لعنب وانه يتحرم من الحقوق ديالو، يعني كاينه واحد السميه في العلاقه. ويلا رجعنا عاوتاني للاساس، نرجعوا للاساس للفرد
بناء الفرد، طريقه كيفاش الشخص كيشوف راسه، كيفاش كيثق في راسه، كيفاش كيقدر راسه، كيفاش كيحب راسه، لامور دو سوا، داك لامور كي سان، واحد 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 الحب ذاتي وتقدير ذاتي اللي هو صحي جدا. وطبعا كيفاش كنظر للاخر، ما كنشوفوش كوم ان بارتنير، كيما واحد الشريك، اننا بنينا اونصومبل، اننا عشنا اونصومبل، حتى الا تفرقنا تلاقينا خوت الله يعاون صافي، وتبقى داك العلاقه ما نبقاوش كنحبوا بعضياتنا وهذا، ولكن نتفرقوا بلاتي هي احسن. لا كنولي باغي نتفارق، ولكن وانا كنصيب الاخر باكبر، وانا بحال اللي كنتقم منه باكبر ضرر ممكن، او على الاقل الا ما قدرتش نصيب واحد ضرر كبير، فعلى الاقل ما ياخذ حتى حق، ما ياخذ حتى استفاده، ما ياخذ. يعني هنا راه كنهضروا على علاقات سميه، على دي ريلاسيون توكسيك، ما بقيناش بحال هذاك خوف منها اصلا. نعم هي علاقات اللي خاصنا نهربوا منها اصلا بالضبط. راه الا وصلنا لهذه يعني النيه ديال الانسان. عرفتي علاش كنتكلموا؟ لان قبيله الاستاذه تكلموا على العنف اللي كيولد العنف، مثلا الطفل اللي كيتربى في واحد الجو فيه العنف غالبا كيخرج داك العنف، ماشي غير غالبا كيخرج العنف، كيكونوا عندنا دو كومبورتمون. طبعا كاين سو كي سو ريفولت، يعني كيرفض كيقول لا هذا العنف ما خصنيش نعاود نعيشوا في حياتي ولا نطبقوا في حياتي، ولكن كاين جوج ديال لي كومبورتمون، يا اما حنا كنوليو عنيفين اتجاه الاخر، يا اما كنتقبلوا العنف على انه طريقه تعايش طبيعيه لاننا حنا تربينا فيه. شفنا الاب كيضرب الام والام كتضرب الاب، والفضيحه نايضه وتيضربوا الاطفال، فكتلقى داك الطفل لا ولد ولا بنت كيتعود انه يشوف العنف حداه وما تيقدرش، انه بو با رياجير، باسكو بالنسبه ليه هذاك هو لا كونفيغوراسيون، هذاك هي التركيبه فاش عاش. فطبعا حنايا هنايا زعما اونيتمو انا تنفكر ابعد من واش نطلقوا ولا ما نطلقوش، واش ندوزوا للحقوق ديالنا في المحكمه ولا ماشي في المحكمه، ولا عرفتي شنو هي؟ الاسره هي نواه المجتمع ككل، ولو كوبل داك الرجل والمراه هما النواه ديال داك الاسره، لا في التنشئه ولا في التربيه ولا في التعامل المواطن ولا في المواطنه ولا في الحقوق ولا ولا ولا, ولا. فتخيل اننا شنو لقينا هذا النهار، وهذه ولينا عايشينها كاملين وتنحسوا بها كاملين، الا ما تتعيشهاش تتشوفها حداك، هي ان هذه العلاقه الاولى ديال الرجل والمراه هاويه، مبنيه على اساس غير صحيح، مبنيه على اون اتيرانس فيزيك، يعني عجبتيني عجبتك، ولا درنا حسابات شحال كتجيب انت شحال كنجيب انا، هنديروا الدار هنتعاونوا في الكريدي، هنديروا جوج الوليدات هنقريهم بالقد والقد، وهذو ولات نقاشات كتكون قبل من الزواج، شحال تعطي شحال نعطي، او لان وصلت لواحد السن وخصني نتزوج، لان هذه هي لا كونفيغوراسيون ديال لا سوسيتي، من كنوصلوا لواحد السن كنكملوا القرايه خصنا نتزوجوا. اذا هنايا زعما خصنا نستغلوا هذه الفرصه ديال الحجر الصحي والمشاكل اللي بنتنا في الحجر الصحي باش نعاودوا الحسابات ديالنا، لان راه كنتكلموا على المجتمع ككل، وكنتكلموا على النواه الاساسيه ديال المجتمع اللي هي الزوج والزوجه، وقبل منها الفرد. فإلا عاودنا بنايه الفرد كما قلتي وإياها، راه ماشي خصنا تنوصلوا للمؤسسة الزواج ونديروا دي فورماسيون او نديروا واحد التاهيل جنسي وجسدي ونفسي وتعاملي وسلوكي باش ندخلوا لمؤسسه الزواج. خصنا هاد التنشئه تولي عند الاطفال الصغار، من 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 يوليو من يبداو، وفي المدارس، وحنا طالعين وحنا كنربي واحد الشخص متوازن، واحد الشخص كيعرف قيمة راسه، واحد الشخص كيعرف قيمة الآخر. إلا بغينا فعلا أو بو غياجيغ، ولا بغينا يكون واحد لامباكت على الأسرة، راه خصنا نبداو من الأساسيات ديالها اللي هي التنشئة ديال الطفل بجميع المحتويات، يعني من المدرسة، من المجتمع، من لي ميديا، شنو كيعطيونا المحتويات اللي موجودة دابا، لا في التلفزة ولا في الراديو ولا في الفيسبوك ولا في مواقع التواصل، يعني هادشي كامل كيدخل في التركيب ديال داك الفرد اللي من كيوصل لمؤسسة الزواج كيبان لينا هاد المشاكل هادي كاملة، وهاد الخيوبية هادي ديال الاستفزاز، وشنو ناخذ منك وشنو، هادي راه غير اون كونسيكونس، راه غير واحد التبعة ديال هاد المجموعة ديال التكوينات كيفاش تكون وكيفاش وصل لنا لهاد الفرد لهاد الدرجة هادي. فات عندي تعليق كوتش، بعدر عندي تعليق كوتش، راهو ظاهرة متاع العنف مش في العالم العربي فقط، احنا نقولوا في العالم، في العالم، في العالم، حتى الدول الأوروبية اللي احنا نقولوا هي متقدمة علينا وتحترم أكثر الحقوق، معناتها خاصة في حقوق المرأة تحترم أكثر. الظاهرة متاع العنف ما تعرف راهو ما همش ما ينجموا ما يكونوا عايشين مع بعضهم وعندهم صغار خارج إطار الزواج، عندهم معناتها الكونكوبيناج، لكن الظاهرة هذية في الكونفينمون معناتها في المجتمعات الكل. وساعات أنا أقول زادة رجع لطبيعة الإنسان، بعض الأحيان ولي نرجع لطبيعة الإنسان وإلا الضغط النفسي اللي يعيشه، خاطر الكونفينمون
اثر نتفرج في فيديو اون ديريكت مع مع دينها في ايطاليا في فينيس، مرأة من الكونفينمون معناتها سي ما عادش تحمل الحسره، ما تعرف ايطاليا وشنو اللي صار فيها تحمل الحسره، ما عادش تنجم تحمل قاعده الدار، خرجت معناتها للشارع تجري في الشارع ما يلبسها حتى شيء، معناتها سي في معناتها هبلت جورج نتيجه الكونفينمون اللي احنا عايشينه اللي عاشوا معناتها صح. بيد عرفت كيفاش تعبي وقتها في الكونفينمون، فما بيد ما عرفش كيفاش تملى وقتها في الكونفينمون. صح. مش رانا زاده لازمنا نشوفوا معناتها مش لازمنا نشوفوا الاسباب الكل، مش زاده راهو الوجود في معناتها تبيع ما تختلفش، ينجم يكون تاثير القاعده في الدار، انسان محبوس معناتها كوش عليه ضرب بده حكم، جوست عنده باش يعدي عقوبه سلبه للحريه، جوست عنده وسائل الرفاهة في الدار تو سامبلومون، عنده التلفزه عنده الانترنت ينجم ياكل، دونك زاد هذايا يفو كومبخوند. ووقت في بون يفو دير في تونس عملوا حاجه باهيه دي بسيكولوج اي دي بسيكاتر ان فيت معناتها ان نيميرو فير يتصلوا بهم العباد اللي عندهم مشاكل من النوع هذايا، دونك يحاولوا يعاونوهم كيفاش يتعامل معناتها كيفاش يتعامل. سيتي ان اكت بينيفول عملوه كما قلت لك، وتعمل حتى في المغرب، يعني حتى في المغرب مجموعه ديال اللي كيدخلوا يديروا تتبع بطريق يعني عن طريق بعد. معناتها في بعض الاحيان فوالا في بعض الاحيان ما نحكيش على المجتمع والتباع، في برشا حالات يقول لك راه قبل ما كانش يتصرفك هذاك تاثير معناتها لو كونفينمون اثر سلبي، معناتها مش على مش احنا كمجتمع عربي اللي عندنا ميزاتنا وعندنا مفهوم خاص للاسره، حتى في المجتمع الاوروبي اللي يختلف في المفهوم كومبليتمون المفهوم نتاعنا معناتها القاو المشاكل هذيا، فما معناتها المتسبب الاكبر في معناتها الكونفينمون ابار لي بروبليم معناتها نحكيو ايكونوميك واللي تعرضلها الاسره واللي يكون في مسؤوليه الراجل لك الانفاق ومش يجيب ويوفر حتى كان الزوجه تخدم، فما لو بروبليم اللي ما يحملوش الحصره، انا نفسي ما نحملش الحصره معناتها الكونفينمون لي با فريمون ريسبكتي بون عندي نخدم عندي اسوسياسيون دونك جو سوي دون لوبليغاسيون دو سورتير و دافوار اون اوتوريزاسيون. Mais le confinement, le fait qu'ils n'ont pas de narine très 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 ça me perturbe. Mais c'est pas ça, c'est pas moi. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire dans le temps. بصدق النقاش يعني ممتع جدا معكم استاذتي كريمات، ولكن وقت البرنامج يعني اشرف على النهايه ديالو. نبغي استاذه يعني نزيد كلمه انت قلت لي في تونس قلت في المغرب قلت العتيقة معناتها ان شاء الله نحن النساء والجمعيات نزيدوا نعملوا معناتها خطوه للامام اون كونتينيو لو كومبا. احنا راهو حتى في تونس معناتها المراه ما خدتش الحقوق نتاعها، كل القوانين صحيح موجوده لكن مانيش قاعدين نطبقوا فيها كومي فو معناتها مازلت سي اون مونتاليتي معناتها الحاجه الباهيه اللي قاعدين يعملوا في دي فورماسيون للقضاة اللي بحث البدايه معناتها العوامل الضابطه العدليه اللي يخدموا يعملوا في دي فورماسيون مي اوسي كونسيرنون لا فام اون travaille encore sur les droits de la femme, l'égalité, معناتها في الخدمه, المساواة في العمل، لكن المرأة اللي تخرج تخرج تخدم في الحق لذيك لازم تبدا عندها تتمتع معناتها بحقوقها كامله، مش اللي هي منقوصه معناتها وتتعرض حتى في بعض الاحيان معناتها تموت خاطر ماشيه تخدم تعمل اكسيدون يهزهم فك الكمين هذوكم الكبار وتموت. احنا مازلنا ندافعوا على حقوق المرأة في تونس ومازلنا نفتكوا في حقوق المرأة في تونس معناتها Et ça sera toujours comme ça, on ne peut pas s'arrêter. On a des ambitions, les hommes n'ont qu'à la nafs le qadr. Maintenant, nous sommes en train de faire les hommes n'ont qu'à la nafs le qadr. On prend les mêmes postes, mais nous ne sommes pas attachés. On peut avoir les mêmes postes que là. Donc, ma femme est chaleur. On va continuer, on continue ensemble, en fait, à dire. On est ensemble. إلا سمحتوا لي فقط غير باش نختموا النقاش ونعطيك فرصة أستاذة عتيقة. أستاذة هند، يعني رسالة نسائية حقوقية مقتضبة للنساء العالم وليس فقط النساء التونسيات، شنو هي الرسالة اللي توجهي؟ ما تسكتش على العنف مهما كان نوعه، المرأة ماهيش موجودة، المرأة لازم تتعامل مع الرجل على قدر المساواة في المنزل، عندهم نفس المسؤولية وفي أكثر الحالات مسؤولية المرأة أكثر من مسؤولية الرجل، والرجل يدوى إتخ كونسيون دو سا، لازم يقدر المرأة اللي تعيش معاه، يقدر العمل الجبار اللي هي تحمل على نفسها، تجي على نفسها باش العائلة تكون سعيدة وتوفر لها كل شيء، إيه ما لازمكش تسلم في حقوقك،
non à la violence, que ce soit la violence corporelle ou bien la violence verbale. C'est Raoul Onkolo, la violence verbale, et Ashab Manta تحطم اكثر من لا فيولونس ماتريال. دونك عندك لي نيميرو فيك البير، عندك الجهات اللي انت تنجم تلتجئ لها وتنجم تعاونك. ما تسكتش، ما تكونش ضحيه، تكلم على روحك، كن متضره وما تكونش ضحيه. المتضره تاخذ حقها، ضحيه ترضى بالوضع اللي هي فيه. الله يعطيك الصحه استاذه عتيقه. نفس السؤال، رسالتك تفضلي. رسالتي طبعا كنأكد ما قالت الاستاذه هند والصديقه العزيزه، ولكن كنقول واحد المساله للرجل والمراه. رحنا يعني ملي كتبغيو تتزوجوا راه ماشي باش تدابزوا ولا تحاربوا. قبل ما تختارت ان مزيان، وقبل ما تختاريت ان مزيان راكي ما داخلاش ماشي باش تهربي من مصداع والديك ولا تهربي من مصداع شي انت راك ماشي. راه المؤسسه الزوجيه عندها جوج دركايز، عندها المراه وعندها الراجل اللي كيعطيو الدراري. ما يمكنش تمشي على رجليها بلا راجل، وما يمكنش تمشي على رجليها بلا امراه. وبالتالي كل ما قدرنا اننا نقبلوا بعضياتنا ونقبلوا ريوسنا، غادي نعطيو لولادنا وغادي نعطيو للمجتمع ونكونوا ايبانوي في العلاقه الزوجيه. والنقطه الاخيره اللي كناكد عليها بان هذه فتره الحجر الصحي، اكيد كاينه حالات الحمد لله اللي زعما هذا، اللي كاينه حالات انها قربت بين ازواج وقربت بين اسر وقربت بين عائلات. دونك كاين الايجابي وكاين السلبي. الحبس صعيب، حنا جربنا الحياه ديال السجناء الله يحسن عوانهم، حنا ما دايرين والو، غطح علينا القضاء. لا اله الا الله، فما نزل قريبا يا رب. تحيه يا ربي يرفع علينا البلاء، وتحياتي لكم جميعا. شكرا سكينه على الاستضافه، دائما راكي رائعه، راكي صحفيه واعلاميه متميزه وحيه ويقظه. شكرا جزيلا شهاده، كنعتز بها من انسانه اكيد انه كنحترمها كل احترام، امراه حقوقيه. برافو عليك، شكرا جزيلا لك اختي عتيقه على لفتك. شيء على الاستضافه، ان بليزير معناتها دو فوار عتيقه، نعرفها من قبل. فرحانه لك، مرحبا بك ان شاء الله نلتقيو باذن الله بعد الحجر الصحي. مرحبا بك في المغرب اكيد. شكرا، مرحبا بكم في تونس. شكرا لك. منى، رسالتك في الختام ككوتش بما هو نفسي وبما هو ايجابي ان عيشينا. جو رجوان بعدا اللي قالوه الاساتذه هند وعتيقه 100% 100%. ونزيد انا نقول اننا نستغلوا هذه الفتره ديال الحجر الصحي ايا كان شنو وصلنا ليه اليوم، ونديروا اون ايفالواسيون، نديروا واحد التقييم لعلاقاتنا بصفه عامه. شنو عشنا، شنو اكتشفنا على راسنا، شنو تغير. حيت طبعا راه تجربه الحجر الصحي راه صعيبه بزاف، والتحد فينا ما كان متوقعها، لان الاغلبيه ما عاشوش الحمد لله الطاعون، وما عاشوش هذا لو كونفينمون فين وقع قبل. دونك اكتشفنا على راسنا، اكتشفنا على الاخر، اكتشفنا على والدينا، اكتشفنا على المحيط ديالنا، اكتشفنا انشطه كنا ما كنحتقروها ولا ما كنردولهاش البال، ولات مهمه بالنسبه لنا. فنستغلوا هذه الفتره هذه ونديروا واحد التقييم بيننا وبين انفسنا، يكون تقييم سانسير واضح وحقيقي وديالنا، ما محتاجش انني نبارطاجيه مع شي حد اخر، ديالي انا، باش تكون حياتي ان شاء الله الرحمن الرحيم نستفد من هذه التجربه ايا كانت، بالزوين ديالها بالخايب ديالها، ونطور حياتي باش تكون لي الاحسن، وباش ان لا علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الاخر، علاقتي بقلب الاسره ديالي، علاقتي مع المجتمع تكون احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. لان الصراحه قبيح انك تكون عشتي هذا الحجر وهذا الضغط وهذا الخوف من المرض ومن بعد ما تخرج منها استفاده صعيبه بزاف. فحنا عشنا هذه التجربه، اقل حاجه اننا نستافدوا من هذه الدروس اللي تعاوننا باش تكون حياتنا ان شاء الله الرحمن الرحيم احسن بكثير، ونعرفوا ايضا بقيمه النعم اللي الله سبحانه وتعالى عطاها لنا. يعني راه غير خروجنا يتمشى حدا البحر نعمه كبيره، غير تلقى مع الناس نعمه كبيره، غير تشوف الاصدقاء ديالك نعمه كبيره. اليوم ما قادرينش نسلموا على بعضياتنا، ما قادرينش نعنقوا بعضياتنا، ما قادرينش ندويو مع بعضياتنا، ومساله اللي هي ماشي سهله. سي بوغ سا ما قادراش نشوفك منى، حيت ما غنقدرش ما نعنقكش اذا كنت والله العظيم ويسمحوا لنا بالسلام وبالتعناق الى غير ذلك. لا ميم شوز مع عتيقه ايضا، اذا انت يسمحوا لنا بالتعناق والبوسان وداك الشيء عاد نتلاقاو عفاكم. نتلاقاو نتلاقاو ويكون سلامنا بارد.
ان شاء الله يكون خير. شكرا جزيلا لكم، كنشكر طبعا الحال منى الصباحي كوتش معتمده في التطوير الذاتي على المشاركه الطيبه. لاله يخطيك، وشكرا لك على اغناء النقاش، وكان لقاء ممتع جدا معكم. لاله يخطيك، شكرا لك منى. كنشكر ايضا الاستاذه هند بالفقيه، محاميه وحقوقيه تونسيه، شرفتينا ونورتينا، ومرحبا بك في بلادك الثانيه، ونكونوا سعداء انك تشرفينا ونستضفوك ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بك بطبيعه الحال، وتشرفنا بمعرفتك استاذه. نفس الشيء، شكرا. لاختيك أشكر أيضا أستاذة عتيقة الوزيري، وهي محامية وحقوقية بهيئة الرباط. شكرا جزيلا لك أستاذة عتيقة، لقاء دائما شيق ممتع برفقتك، وتوحشناك، ولنا موعد قريب بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله، مع السلامة. الله يطول عمرك. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. هذه المرحلة اللي عشناها أكيد أنها مرحلة ماشي سهلة، وكل واحد فينا تغيرت بزاف ديال الحوايج فيه الداخل، وراجع حساباته بزاف ديال الحوايج. العلاقة الزوجية ماشي بيت من الرمل، هو بيت اللي مبني بساس، المفروض أنه نديره مجهود كبير وكبير بزاف باش نعلمه وننجحوه ووصلوا فيه للأبعاد اللي كانت منوها. كانت منو التوفيق للجميع، وأملي من هذا اللقاء أن حتى الناس اللي فكرت في الطلاق تراجع شي شوية نفسها، تشوف الخلل فين كاين، تعطيوا لبعضياتكم فرصة أخرى، حيث أكيد أنه عشنا ضغط لك صعيب، واللي كان ممكن يكون من أحد الأسباب الرئيسية في اتخاذ هذا القرار. إذا هي فرصة باش نقول لكم راجعوا نفسكم، قرار الطلاق قرار ثقيل ماشي سهل، عنده تبعيات كثيرة، وعنده يعني مشاكل أكبر اللي كتظهر ما بعد الطلاق. إذا القرار خاصو يكون نابع على الصح وماشي على التفاهات. فكنتمنى من كل قلبي لأنكم تكونوا استفدتم لقائنا اليوم، ونتمنى من كل قلبي أنكم تراجعوا نفسكم في اتخاذ القرار من خلال هذا اللقاء اللي جمعنا بالضيفة الكريمات، واللي فتحنا من خلاله الدردشة، واللي كيظهر لي باللي الرسالة كانت مباشرة وواضحة من خلال المناقشة ديالنا. كنشكر كريم نيتسي في الإشراف التقني والإخراج، كنشكر أيضا اسماعيل كحلاوي ويونس وحيدي في الجرافيزم، كنشكر أيضا زميلي محمد مبارك مساعدنا في إعداد وتنسيق الحلقة. شكرا لكم أوفيائنا الكرام، أعود وألقاكم الأربعاء المقبل، دمتم في رعاية الله، ليلة سعيدة وإلى اللقاء. مع السلامة.